ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما أنهي حلقة النهاردة أتكلم في شيء مهم جدا. برنامج الجدعان ليس مجرد برنامج تلفزيوني، ولكنه برنامج يتحرك لمساعدة كل الجدعان في مصر. اللي عايز تمويل بنتحرك معاه، كل ده مجهود خارج البرنامج. احنا ما بننامش، بنشتغل 24 ساعة. اللي بيبعت لي رسالة الساعة 5 الصبح 6 الصبح بيلاقيني برد عليه. كل فريق برنامج الجدعان، ناس كتير جدا بتتحرك لمساعدة حضراتكم. يعني اللي عايز تمويل بنتحرك معاه وبنساعده، اللي عايز دعم فني بنساعده، اللي عايز استشارات بنساعده. لا تتردد في الاتصال بينا. خلي بال حضراتكم، احنا قلنا قبل كده اللي عايز تمويل لمشروع يبعت لنا اسمه ورقم تليفونه والمشروع اللي عايز ينفذه وخبراته في هذا المشروع والمحافظة اللي عايش فيها، واحنا فورا هنوصله بالبنك الاهلي المصري في الوقت ده. اذا كانت اوراقه مكتملة وتتوافق مع شرطات البنك هياخد تمويل على الفور. احنا بنحاول نساعد حضراتكم سواء بالاستشارات او الدعم الفني او التمويل، كلها اشياء يمكن اتاحتها لكل جدعان مصر، من سيناء لمطروح ومن الاسكندرية وحتى أسوان. مفيش حد عنده مشروع وطلب اننا نزوره وما رحناش فورا لزيارة هذا المشروع. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، الجدع يتصل ببرنامج الجدعان، وانا رقمي معروف للجميع وارقام البرنامج معروفة، ويقول انا جدع، وهلاقينا عنده تاني يوم مباشرة. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا الأحد الساعة 7 مساء وحلقة جديدة من برنامج حضراتكم الجدعان ريل استيت، اللي بيقدم لحضراتكم الجدعان في السوق العقاري المصري.